ست مفيدة، شو بقيان عنا بنود بالجلسة؟ ايه استاذ، لسه بدنا نناقش مشكلة باذنجان بيض العجل والبصل السلموني والفاصوليا الكلاوي. طيب اوكي، هلأ مناخد استراحة ربع ساعة وبعد الاستراحة بنحكي بمشكلة الباذنجان بيض العجل. شرفوا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك استاذ. ليه استاذ؟ تفضلوا شاركونا. شرفوا. شرفوا استاذ، الامتين على الماشي، ما في شيء من قيمتكم. صحتين وعافية ان شاء الله. على قلبك. بدي اسألكم. تفضل. كم صندوق بندورة هو في للإتلاف بهي الصالة؟ 25 سيدي، 25. وينه؟ يا سيدي بعد الفرز طلع منهم 5 صناديق بس. وهالصناديق الخمسة استاذ وزعناهم إضافي على العمال. والعشرين صندوق؟ تلفناهم بمعرفتنا استاذ. شلون تلفتوهم؟ أعطيناهم لزملائنا بمؤسسة اللحوم. أوف، شو بدهم يعملوا فيهم بمؤسسة اللحوم؟ يا استاذ كان في عندهم بمؤسسة اللحوم 30 كيلو لحمة على وشك إنها تنتزع وتخم، وبدال ما يتلفوها ويكبوها قرروا إنه يعملوها صفيحة ويوزعوها على العمال والموظفين. ايوه وبعدين؟ قاموا اخذوا من عنا البندورة تبع التواليف وبعتوا لنا 5 كيلو صفيحة. استاذ تفضلوا دوقوا ولا يهمك، ظابطة معهم تماما، تفضلوا. لا 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 معلش مالي نفس. شو رايك استاذ، هذا الشيء قانوني؟ قانوني طبعا، بالعكس فكرة كتير حلوة. الو فكرة؟ يعني فكري اذا بيصير تنسيق دائم بين لجنة الاتلاف اللي عنا ولجنة الاتلاف يلي بشركة اللحوم، ممكن نعمل مشاريع مهمة كتير مثل مشروع الصفيحة اللي صار اليوم. وشلون بده يصير تنسيق دائم؟ يا سيدي بنرفع اقتراح للإدارة بتشكيل لجنة إتلاف مشتركة بين شركة الخضار والفواكه وشركة اللحوم. ايه والله جبتها. ليش ما بنقترح هالشي على الأستاذ فهمي؟ ليش لا؟ هذا اللي عم قوله. بالله عجد عم تحكيني. أكيد. يعطيكم العافية يا شباب. أكيد الأستاذ فهمي. بشرى، بعد جهد جهيد وافقت الجهات المختصة على اقتراحنا وقررت تشكيل لجنة إتلاف مشتركة بين مؤسستنا ومؤسسة اللحوم ومندوبة من الغذائية. الحمد لله. مبروك العضوية الجديدة استاذ. الله يبارك فيك يا استاذ حسان. استاذ سوري ولو انه سؤال يعني مو بوقته بس يعني بدافع عنه. لا لا تفضل. هاي اللجنة فيها تعويضات ولا ما فيها؟ طبعا فيها تعويضات، لكن بدك يانا نشتغل بلوشي. بس ما تطلع التعويضات خضرة كاسدة ولحمة بايتة. اسمحوا لي اول شيء يا زملاء اني رحب فيكم كاعضاء للجنة المشتركة العليا للإتلاف. بادئ في بدء بحب لكم انه هاللجنة هي تشكلت من اجل دعم المبادرات الخلاقة وايجاد الحلول لتصريف البضائع الكاسدة بالشركات الثلاثة. وطبعا الجهات العليا رح تدعم هاللجنة ورح تبارك كل القرارات يلي رح نتخذها. وما بخفيكم انه القيادة بهمها كتير نجاح هذه التجربة، كتير بهمها، لانه نجاحنا بمهمتنا هو نجاح للقطاع العام كله. وطبعا مسيرة القطاع العام واجهتها صعوبات كتيرة، بس الشهادة لله القيادة ما قصرت أبدا وحاولت تذليل هالصعوبات. ونحن أهم شي عنا أو بالأحرى أهم هدف لازم نسعى له إن نثبت لكل المتشككين والمغرضين والشامتين والمتربصين إنه القطاع العام قادر على تولي كل الفعاليات الاقتصادية بما فيها تجارة الخضرة والفواكه واللحمة والأغذية كمان. نعم يا زملاء، نعم قطاعنا العام قادر على أنه يتاجر بالخضرة وبالبيض واللحمة والفريج، وقادر على أنه ينافس الأسواق بهالتجارة هاي ويحقق ريعية معقولة للخزينة. بقى شو رأيكم نبدأ الجلسة؟ تفضل استاذ. قبل ما نناقش أي شيء خلينا ناخد فكرة شو في عنا مواد للإتلاف بهالأسبوع هاد. بقى شو رأيك استاذ عدنان؟